أنا عبر الهاتف طبعا كابتن محمود رؤوف، أحد اللاعبين اللي غيروا دفة المباراة دي واللي قبليها في الدور الأول. أهلا بيك يا كابتن محمود. أهلا بيك يا كابتن عيسى، وربنا يخليك، متشكر جدا. ألف مبروك على الفوز الجميل ده، وعايز أتكلم على التغييرة اللي أنت نزلتها ونزلت على السيرف. يعني بتبقى صعبة جدا لعيب يجي يعني ما شاركش لسه، بردان شوية، ما خدش جو الملعب، والكوتش يديله الثقة دي إنه يخش على السيرف في وقت حساس ومهم، وقت احنا محتاجين ناخد 3 4 سيرف ورا بعض. كلمني عن اللحظه دي. طبعا زي ما انت قلت، التغييره دي تبقى طبعا صعوبتها في الحته اللي انت قلتها بالظبط. طبعا انت خبره كبيره في الملاعب، حته ان انت ما تبقاش يعني في جو الماتش، طبعا انت تبقى بارد شويه. ولكن بصراحه احنا دي بقى من يعني احد مزايا كابتن ميدو او الجهاز الفني عندنا، ان احنا بنحضر للمواقف دي في مباريات ثانيه. يعني احنا دي تغييره عندنا شبه منتظمه، معروفه في اوقات معينه، في لعيبه معينه مثلا بتبقى ريسك ضياع السيرف عالي شويه معاها، فبنبقى احنا متمرنين على الكلام ده من كذا مباراه، طبعا من اول الموسم خالص. في اوقات معينه بنستخدم التغييره دي، حتى لو احنا مثلا في ماتش مش مقفول، مش ماتش مثلا نهائي، بحيث ان احنا لما نيجي نحتاج التغييره دي في مباراه زي مباراه الزمالك في نهائي الدوري، تبقى التغييره دي معانا جاهزه وتبقى فعلا فعاله. والحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا طبعا، وكله طبعا بفضل زمايلي، لان خلي بالك يعني انت عارف طبعا الكره الطايره لعبه جماعيه، كل حاجه بتبقى مبنيه على الثانيه. انت بتنزل بتحاول تحط يعني بصمه ليك في المباراه، لكن زمايلك اللي حواليك هم اللي جوه الملعب، هم اللي سخنين، انت بس بتساعدهم. وهم طبعا يعني انا بشكرهم جدا، احنا فعلا لعيبتنا رجاله ويعني على قد المسؤوليه، والحمد لله. ومبروك للجمهور الاهلي، ومبروك لحضرتك. طب يعني محمود، يمكن عايز اسالك عن 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 الفتره برضو، كل لاعب لازم اساله السؤال ده، اللي بعد طلائع الجيش حتى ماتش الزمالك، الفترة الأصعب واللي فيها ضغط واللي فيها طالعين من ماتش خسرانين وبتلعبوا ماتش فاينل جاي مع نادي الزمالك، وترتيبنا في الدوري اتأخر، مش يعني مش هنقول يعني اتأخر نتيجة النظام الجديد بتاع الفوز والنقط. كلمني عن الفترة دي وتعاملت معاها أنت بمستوى الشخص إزاي؟ طبعا يعني بعد الهزيمة المفاجأة اللي احنا تعرضنا لها في ماتش الجيش، اكيد احنا بيبقى في فتره لازم بنراجع حساباتنا، بنشوف ايه اخطاء. وانا يعني انا بقول لرب ضاره نافعه، يعني انا فرقتنا فعلا يا كابتن هيثم، احنا فرقتنا الحمد لله فيها خبرات يعني على مستوى بطولات كتيره، سواء في النادي او في المنتخب. فرقتنا لما بتتحط تحت ضغط بتطلع احسن ما عندها. يمكن يكون ده يعني حاجه من ترتيب ربنا فعلا، لان احنا فعلا انا كنت بتابع مكالمه معوض قبليه، ان احنا فعلا قعدنا فتره طويله بسبب التوقفات وبسبب كورونا وبسبب فتره رمضان، قعدنا فتره طويله جدا ما بنلعبش مباريات. ده طبعا بيأثر جدا على المستوى الفني، وده اللي اثر علينا في مباراه الجيش تقريبا. فالحمد لله ان هي جت في ماتش الجيش، ان هو ماتش ما كانش ترتيبي، اكيد طبعا مش بتمنى حاجه زي اللي تحصل، بس حصلت في ماتش الجيش. ده حطينا بقى رجعنا اكتر ان لازم نركز اكتر في ماتش الزمالك، لان هو ده بقى اللي على البطوله. حط فريقنا تحت ضغط، التركيز عالي جدا جدا، وده كان مطلوب. يعني ماتشات الزمالك والمباريات النهائيه مهم جدا فيها ان انا ابقى في يعني في اقصى درجات التركيز، وده حصل. يعني يمكن تكون هزيمه الجيش كان ليها مفعول يعني هقول عكسي علينا. سبحان الله، رب دارة النافعه، يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون حد فاكر ان دي وقعتنا، بالعكس خالص، هي خلتنا لا نراجع نفسنا والتركيز يعلى جدا جدا لاقصى الدرجات، وده الحمد لله شفنا نتيجته في ماتش الزمالك. يعني أكيد يعني محمود رؤوف نجم النادي الأهلي وأحد اللاعبين اللي فرقوا معانا الحقيقة في المباراة اللي فاتت واللي قبليها، وكان نقطة تحول. بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق بإذن الله فيما هو قادم.